ماي بيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ماي بيبي. سنتعلم اليوم أجزاء النبات. يلا نبدأ. النبات من المخلوقات الحية، يحتاج الماء والهواء والغذاء وضوء الشمس. أجزاء النبات: النبات الجذور. الجذور الأوراق الثمرة الزهرة جاء النبات الجذور الأوراق الثمرة الساق الأغصان الزهرة. تعلمنا اليوم أجزاء النبات. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على الجرس. مع السلامة.